السلام عليكم ورحمة الله. حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على الإنفاق في تجهيز جيش العسرة، وبدأ الصحابة يتنافسون في تلبية نداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في المقدمة اثنان، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فأقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ووضع في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 دينار، فنظر إليها الرسول وأخذ يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ثم أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه بنصف أمواله ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لتجهيز الجيش. وأنزل الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وفي طاعته ومرضاته كمثل حبة زرعت في أرض طيبة وأصابها الغيث، فإذا بها تنبت بإذن الله وتخرج ساقا، وإذا الساق تتشعب إلى 7 شعب، في كل شعبة سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، والناقة المخطومة هي اللي فيها خطام أو زمام وتكون صالحة للحمل والركوب، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، والله يضاعف الأجر لمن يشاء بحسب الإخلاص والنية وحال المنفق من اليسر والعسر. وحال النفقة، هل هي من حلال أم من حرام؟ هل وضعت في موضعها الصحيح؟ وانتبه جيدا، المال الذي تنفقه في سبيل الله هو المال الباقي لك، أما المال الذي تكنزه فهو مال ورثتك. ولماذا لا ننفق المال في سبيل الله؟ والمال مال الله، أن ننتظر خسارة هذا المال أم ننتظر الموت؟ وبالنفقة في سبيل الله تكفى وتحمى ويغفر لك وتنجو يوم القيامة إن شاء الله. والله واسع الفضل، واسع العطاء، ومع هذا فهو عليم بمن يستحق المضاعفة ومن لا يستحق، عليم بالمقاصد والنيات، عليم بأفعال عباده وأقوالهم. جزاكم الله خيرا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما أعظمك يا رب وما أكرمك، ولكن هل كل إنفاق في سبيل الله يرجى منه ثواب؟ وهل كل إنفاق في سبيل الله محمود؟ أم أن للإنفاق في سبيل الله شروط؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بد من 4 شروط: النية، لا بد أن يكون الإنفاق خالصا لوجه الله، لا بد أن يكون الإنفاق في سبيل الله لا غيره، ولا بد أن يكون المال طيب من مصدر حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا من خيرات من ولا أذى. وللأسف الشديد يقع كثير من الناس بعد إنفاقهم في سبيل الله في المن والأذى. فما هو المن وما هو الأذى؟ المن أن يتطاول المنفق على من أنفق بإنفاقه بالقلب واللسان، وأن يتفاخر المحسن على من أحسن بإحسانه فيقول له متفاخرا: لقد أحسنت إليك وأنقذتك من الفقر، أو يقول له: أعطيتك وأنقذتك من الفقر فلم تشكر. وهذا أقرب بمن يقول: أنت زي القطط تاكل وتنكر. بل أن هناك من يستغل حاجة الناس ويقول: ما أشد إلحاحك؟ خذ، خلصنا الله منك. ومن الناس من يعبث في وجوه الناس ويقول: خذ، لا بارك الله فيك. وهذا أقرب بمن يقول من العامة: حار ونار في جدتك. وهناك من ينفق في سبيل الله وبعد سنوات يأتي بمن أنفق عليه ويقول له: أنت فاكر لما أنفقت عليك وأعطيتك؟ وهذا قليل من كثير من أنواع المن، والذي يبطل ثواب الإنفاق في سبيل الله ويحول العمل الصالح إلى كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. قال أحد العلماء: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه. والخلاصة من كل ذلك: إما أن تعمل الخير وترميه في البحر، أو لا تعمله ثم تمن به. والأذى أعم من المن، ويشمل كل قول أو فعل أو مجرد إشارة يشعرك بالتفضل على من أنفقت عليه. وهل هناك أكثر حمقا ممن يحول الطاعة الخالصة لوجه الله تعالى إلى كبيرة من الكبائر بنظرة أو كلمة؟ ومن 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. فأولئك الأخيار الذين ينفقون في سبيل الله من أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم اللائق وثوابهم العظيم عند ربهم. ومن كان أجره عند ربه فليطمئن، فقد وقع أجره. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة وأهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في هذه الدنيا وزهرتها، فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر، لأنهم عملوا عملا خالصا لوجه الله سالما من المفسدات. جزاكم الله خيرا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما أشد إلحاحك؟ خذ، خلصنا الله منك. لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى، اذهب من هنا. قول معروف ومغفرة خير من
صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف تدخل به السرور على قلب السائل، وكلام طيب تجبر به خاطره، ومغفرة وعفو وصفح عما بدر من السائل من إلحاف في السؤال وتجاوز في القول، عند الله خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى أو إساءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه جذبة شديدة أثرت في كتفه الشريف حتى بانت عنق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له بفظاظة وغلظة: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطيب النقود قبل أن تتصدق بها وتقول: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وقال ابن القيم رحمه الله: لو علم المتصدق حق العلم أن صدقته تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير لكانت لذة المعطي أكبر من لذة الآخذ. وكان أحد الصالحين إذا دخل عليه من يريد الصدقة هش له ورحب وقال: مرحبا بمن جاء يحمل مالي إلى الآخرة بدون أجر. فمن أراد أعلى الدرجات في الإنفاق في سبيل الله اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها والصحابة والصالحين. وإلا فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن إنفاق المنفقين وعن صدقات المتصدقين. والله غني وأنتم الفقراء، قادر أن يستبدل البخلاء بآخرين أسخياء. حليم لا يعاجلهم بالعقوبة وهو قادر عليها، بل يمهلهم حتى يعودوا إلى ربهم. جزاكم الله خيرا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا من آمنتم بالله واليوم الآخر، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. لا تذهبوا ثواب ما تتصدقون به بالمن والأذى. فالفقير المحتاج للنفقة في الأصل منكسر القلب، فهل من الإيمان أن تزيده انكسارا في قلبه بالمن والأذى؟ لا، ليس من الإيمان المن والأذى. قال الشاعر: أفسدت بالمن ما أسديت من الحسن، ليس الكريم إذا أسدى بمناني. وخسارة المنفق الذي يمن ويؤذي بنفقته ليست خسارة واحدة ولا خسارتان، بل ثلاث: خسر الثواب، وخسر النفقة التي أنفقها، وهناك الخسارة الثالثة وهي الأعظم: خسر الجنة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان. قال العديد من المفسرين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على السائل. وقال عبد الله بن عباس: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله تعالى. أتدري لماذا؟ لأن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد الفقير. فإذا مننت على الفقير وكأنك مننت على الله تعالى. فهذا شبيه بالذي يخرج ماله ليراه الناس فيثنوا عليه، فينفق من أجل رضا الناس لا من أجل رضا الله، وهو لا يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن باليوم الآخر. يا له من تشبيه قاسي! ساوى المؤمن الذي ينفق ويمن ويؤذي بنفقته بالكافر الذي يرائي الناس بنفقته. وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين أن يرشدهم لما يبطل أعمالهم، بل لما يحولها إلى النقيض. ثم ضرب الله لنا مثلا رائعا ليوضح الصورة ويجليها للجميع. فشبه الله عز وجل المنفق المرائي غليظ القلب قاسي الشعور بحجر الصفوان الأملس، وشبه نفقته بالتراب الذي يغطي حجر الصفوان، والذي إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للإنبات. ولكن سرعان ما تنكشف الحقيقة للجميع، فإذا هطل المطر الشديد والغزير يذهب التراب ويبقى الحجر أملس لا شيء عليه. وهكذا المنفق المرائي خسر نفقته وخسر ثوابها وخسر الجنة. يا لها من خسارة! لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لأنهم وضعوا النفق في غير موضعها. والله لا يهدي القوم الكافرين لإصابة الحق وإلى ما ينفعهم، لأنهم آثروا الكفر على الإيمان. جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. وضرب الله لنا مثلا للذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله والفوز بقربه، واعتقادا راسخا بصدق وعده، يوقنون أن ما أنفقوا وأخرجوا في سبيل الله خيرا لهم مما تركوا وأبقوا. مثلهم كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار غزيرة. ذاك البستان كثير الأشجار غزير الظلال وافر الثمار الحسنة والطيبة، يضربها الهواء من كل جانب وتصيبها الشمس من كل ناحية، فتضاعفت ثمراته وكثرت بالنسبة لغيرها من الجنان. وإن لم تسقط عليه الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر القليل لطيب منبته. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا
بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل بحسب عمله ونيته، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه خافية، وسيجازي كلا على عمله. جزاكم الله خيرا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. السلام عليكم ورحمة الله. ليس العبرة في أي عمل بالكثرة أو القلة، وإنما العبرة بالإخلاص، أن تكون النية خالصة لله تعالى منذ أن تقوم بالعمل وإلى الممات. اعمل ما شئت من الأعمال الصالحة، ولكن احذر من كيد الشيطان ووسوسة الشيطان ومداخل الشيطان. فالشيطان يعلم علم اليقين أن ما يفسد العمل ويبطله الرياء والمن والأذى، ولو كان قبل مماتك بدقيقة واحدة. فضرب لنا الله مثلا لمن عمل عملا خالصا لوجه الله، ثم وسوس له الشيطان فأبطل عمله وأفسده. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيرغب الواحد منكم ويحب أن يكون له بستان فيه النخيل والأعناب؟ ولماذا خص الله عز وجل النخيل والعنب؟ لأنهما غذاء وقوت وفاكهة وحلوى للعرب طوال العام، ولأنهما يزيد البستان حسنا وجمالا وبهاء، ومن تمام حسنها تجري من تحتها أنهار من المياه العذبة تسقيها وترويها دون كد ودون عناء، فالعيون قد تنضب والآبار قد يغور الماء فيها، أما تلك الأنهار فهي سارية وجارية، وهي زاخرة بجميع أنواع الثمار التي تنفع صاحبها وتغنيه عن غيرها. تأمل معي أخي الكريم جيدا في تلك الصورة، جنة فيها من النخيل والعنب والثمار، وفيها أنهار تجري من تحت الأشجار، وفيها من البهاء والحسن والجمال، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وبلغ صاحبها من الكبر ما بلغ، وضعف عن العمل وزاد حرصه، فهو في حالة لا يستطيع أن يعمل معها عملا جديد، ويزرع زرعا آخر، وينشئ بستان، وفوق ذلك له أولاد صغار، ضعاف، عجزة، بحاجة إلى هذا البستان، فهبت عليه ريح شديدة قوية وإعصار فيه نار محرقة فأحرقت البستان ولم يبقى من البستان شيء. فلا تسألني عما لقى صاحبها من الهم والغم والحزن الذي كاد أن يقتله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وتتأملون، ولعلكم لا تبطلون أعمالكم وصدقاتكم بالمن والأذى والرياء. ونختم بقول الشاعر: إن لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيته خراب. جزاكم الله خيرا. أيود أحدكم أن تكون له جنة
أعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: كنا معشر الأنصار أصحاب نخل، أي يكثر فينا زراعة النخل ونتميز به. فكان الرجل من الأنصار يأتي من نخله وقت الحصاد بالتمر على قدر كثرته وقلته. فكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين، والقنو هو الغصن من النخلة بما تحمله من التمر، فيعلقه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقفا أو صدقة لفقراء المسلمين. وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من فقراء المهاجرين لا طعام لهم ولا مأوى، وكانوا يقيمون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم والجهاد في سبيل الله، والمعروفين باسم أهل الصفة. وكان الرجل من أهل الصفة إذا جاع أتى إلى القنو بعصا وضربه ضربة فيسقط التمر والبسر فيأكل، ومعنى البسر البلح قبل أن يتحول إلى رطب. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي بأسوأ وأرض أنواع التمر، وكان أرض أنواع التمر معروف بالشيس والحشف، ومعنى الشيس هو التمر الذي لا نواة له، والحشف هو التمر الذي يبس على القنو قبل أن ينضج، فكان يأتي بها ويعلقها في المسجد، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. قال الله عز وجل: يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب مما يسر الله لكم من المكاسب. ولا بد للنفقة في سبيل الله أن تكون طيبة في أصلها وحلال في كسبها، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والنفقة المقصودة في الآية الكريمة تشمل النفقة الواجبة وهي الزكاة المفروضة، وتشمل أيضا النفقة المستحبة وهي الصدقة. ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار والزروع والمعادن والكنوز وغيرها، فكل ذلك من عطاء الله لنا. انظر إلى الفلاح وتأمل، يضع البذرة في الأرض فتخرج آلاف البذور والثمار بإذن الله، وما نجده في باطن الأرض من ثروات ومعادن وكنوز بالتأكيد هي من عطاء الله لنا. نعم، نأخذ بالأسباب، ومع ذلك فإن عمل الله واضح وظاهر وجلي فيما يخرج من باطن الأرض. واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه، ولا تقصدوا الرديء والسيء لتعطوه للفقراء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أمرهم الله تعالى أن ينفقوا من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق بالخبيث والرديء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولستم بآخذي هذا الرديء والخبيث لو أهدي لكم إلا أن تغمضوا فيه وتأخذوه وأنتم كارهون له على استحياء منكم، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ وكيف ترضون لإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
واعلموا ان الله الذي رزقكم غني عنكم وغني عن صدقاتكم، غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء اليه، ومع ذلك فهو حميد يجازي المحسن افضل جزاء، حميد مستحق للثناء والحمد في كل حال. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يتصدق بالسكر، فان سئل عن ذلك قال: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، جزاكم الله خيرا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان هو كل متمرد على شرع الله، ويقصد به إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن. وكان إبليس قبل أن يتمرد أعبد أهل الأرض، وارتقى بعبادته وصار طاووس الملائكة. ثم توعد إبليس آدم وذريته بالإغواء والإضلال إلى قيام الساعة. الشيطان يخوفكم الفقر والحاجة إذا أنفقتم في سبيل الله، فيبدأ بالوسوسة للإنسان ويقول: إن كنت منفقا لا محالة فلا تنفق الطيب، وأنفق الخبيث والرديء من أموالك. ثم بعد فترة يرتقي خطوة ويقول: أمسك عليك مالك، فإنك إذا أنفقت مالك افتقرت. ثم يرتقي خطوة أخرى ويقول: إياك وأن تنفق في سبيل الله، فالظروف صعبة والمعيشة غالية والدولار يرتفع يوما بعد يوم. وما زال بالإنسان يوسوس حتى يتحول من رجل منفق في سبيل الله إلى رجل بخيل، لا ينفق على زوجه ولا على ولده ولا على نفسه. ويأمركم بالفحشاء. يرى كثير من العلماء أن الفحشاء في تلك الآية الكريمة هو البخل الشديد، والفحشاء في القرآن الكريم اسم جامع لكل المعاصي والآثام وما حرم الله من الأقوال والأفعال. والعجيب أن نفس الشيطان بعد ذلك يأمر بالإنفاق في المعاصي والآثام. وكثيرا ما نرى العجب العجاب، نرى الإنسان بخيل في الإنفاق على ابنه الجائع وزوجته المريضة، وفي نفس الوقت ينفق ببذخ شديد على شهواته ورغباته كالمسكرات والمخدرات والنساء. وقد ترى الإنسان لا ينفق على الفقراء والمحتاجين من أقرب الناس إليه، وفي نفس الوقت يرمي الملايين تحت أرجل الراقصين والراقصات. والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم في سبيل الله وعدين، وعد في الآخرة ووعد في الدنيا. أما وعد الآخرة فمغفرة للذنوب وتطهير للعيوب، وأما وعد الدنيا فرزقا واسعا مباركا فيه، وأمان تام من العاهات والفاقات. والله واسع الفضل عظيم الإحسان، واسع الجود والعطاء والرحمات، عليم بالأعمال والنيات، عليم بنفقاتكم قليلها وكثيرها، سرها وعلانيتها، وسيجازي كلا من سعته وكرمه وفضله. جزاكم الله خيرا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم.
السلام عليكم ورحمة الله. كتير مننا يعرف برنارد شو الأديب العالمي وأشهر من رفض جائزة نوبل، ورغم أنه لم يسلم إلا أنه كتب مقالات كثيرة يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويصفه بأنه منقذ البشرية. ومن أشهر ما قال: لو كان محمد ابن عبد الله بيننا الآن لحل مشاكل العالم، وهو يحتسي فنجانا من القهوة. وهناك أيضا كتاب مشهور جدا اسمه الخالدون المئة، بيرتب أكثر الشخصيات تأثيرا في التاريخ، والكتاب ده لواحد اسمه مايكل هارت وهو غير مسلم، وضع على قمة المئة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن المسلمون نعتقد اعتقادا راسخا أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأحكم الحكماء، والله يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الله الحكمة من يشاء، والحكمة مشتقة من الفعل حكمة أي منع، فالحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في الضلال والذلل. وعلشان كده الحديدة اللي بتوضع في فم الفرس والحصان تسمى حكمة، لأنها تمنعه من الجموح. والحكمة أيضا من الإحكام، وهو الإتقان في القول والعلم والعمل. واجتهد المفسرون كثيرا في تفسير معنى الحكمة، فقال البعض: الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. وقال الإمام السعدي في تفسيره: الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها. وقال الإمام البغوي في تفسيره: الحكمة هي العلم والفقه. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقتادة: الحكمة هي علم القرآن. وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة، وما خلد لقمان في القرآن إلا لحكمته سبحانه، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن أنعم الله عليه بالحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما؟ والحكمة توافق العقل والفطرة السليمة، والحكمة توجه الإنسان نحو عمل الخير وتمنعه من عمل الشر، فهي تسير بالإنسان نحو الكمال والاستقامة والهداية والإيمان والسعادة في الدارين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا هو الغبطة، وهو مباح لأنه يرى نعمة عند غيره فيتمنى لنفسه مثلها دون زوالها عن أخيه. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ولكن هناك سؤال هام: هل الحكمة أمر فطري أم أمر مكتسب؟ هي مزيج من الأمرين، فالحكمة أمر فطري ويمكن أن تكتسب ويمكن أن تنمى. يمكن ذلك بقراءة القرآن وتجويده وتعلم معانيه، وقراءة السنة الشريفة وتعلم معانيها، وكثرة ذكر الله، لأن الله تعالى هو الحكيم، وكثرة مجالسة الحكماء تؤتي الحكمة، ومصاحبة الحكماء وترك مصاحبة الحمقاء وما أكثرهم، وبكثرة التجربة وبكثرة القراءة للحكماء ككتاب الأزكياء لابن الجوزي، وبالعلم وبالحلم وبالصبر والجود تكتسب الحكمة بإذن الله. وما يذكر إلا أولو الألباب وأصحاب العقول السليمة التي تخلصت من شوائب الهوى ودوافع الشر. جزاكم الله خيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وما أعطيتم من مال أو غيره كثير أو قليل واجب أو مستحب تتصدقون به ابتغاء مرضات الله أو أوجبتم على أنفسكم شيئا من المال أو الطاعات أو غيرها والتي تعرف باسم النذور. ولكن هل كل نذر مباح؟ هل كل وفاء بنذر علامة صلاح؟ لا، لا بد للنذر أن يكون خالصا لوجه الله وحده، ولا بد للنذر أن يكون في طاعة وليس في معصية، كما نظرت البتول الطاهرة السيدة مريم وقالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهناك نذر البخيل، نذر مشروط وهو نذر مذموم، فيقول مثلا: يا رب لئن شفيت مريضي تصدقت، أو يقول: لئن نجح ابني في الامتحان ذبحت. هذا هو النذر المذموم، والذي نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وكأنك تساوم وتقول: افعل يا رب كي أفعل، وهذا النذر لا يغير القدر ولا يأتي بخير. وهناك النذر المحرم، إن كان يقصد به غير وجه الله، كمن ينذر لولي أو ينذر لقبر، وهو شرك أكبر لا بد فيه من عدم الوفاء، ولا بد فيه من التوبة من الشرك. وهناك أيضا نذر بالمعصية، كمن ينذر أن يشرب الخمر أو أن يسرق أو ألا يصل رحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولا بد للنذر أن يكون منطوقا، ولا يكفي للنذر النية فقط. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ولا بد من مراعاة الترتيب في كفارة اليمين، فكل نفقة وكل نذر فإن الله يعلمه ولا يخفى عليه منه شيء، يعلم النية هل هي خالصة لوجه الله أم لغيره، ويعلم ما أنفقتم هل هو من الطيب أم من الرديء، ويعلم هل ما أنفقتم من حلال أم من حرام، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ومن منع حق الله فهو ظالم، والظالمون ليس لهم أنصار يمنعونهم من عذاب الله يوم القيامة. والظالم هو كل من وضع شيئا في غير موضعه وترك ما أمره الله به. وهل هناك ظلم أعظم من الشرك بالله في النفقة والنذر؟ هل هناك ظلم أعظم من أن تذهب لقبر ولي أو نبي وتفعل ذلك؟ سيدي أمدنا يا سيدي، أمدنا يا سيدي، يا سيدنا عبد القادر الجيلاني، يا سيدنا محمد بهاء الدين نقشبندي.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. السلام عليكم ورحمة الله. سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر أفضل أم الجهر؟ فنزل قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ما معنى الصدقة؟ الصدقة ما يخرجه المسلم من ماله تقربا إلى الله عز وجل. وفي تلك الآية الكريمة تشمل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع، ولا بد فيها من إخلاص النية لله وخلوها من كل ما نهى الله عنه من المن والأذى والرياء وغيره. والإنفاق في سبيل الله مثلث له ثلاثة رؤوس: المنفق والمنفق عليه والشهود والأعيان. إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنعم هي. وجرت العادة عند العرب من باب السهولة في النطق أن تدمج الكلمات في كلمة واحدة مركبة، ونعم يقصد بها نعم ما، ويصبح المعنى فنعم ما تصدقتم به. وإن تسروا بها وتعطوها للفقراء في السر فهو خير لكم، لأنه أبعد عن الرياء. فصدقة السر خير لكم من صدقة العلانية إلا إذا كان في إظهار النفقة مصلحة. فإظهار الزكاة المفروضة إظهار لشعائر الدين ويحصل به الاقتداء، وبإظهار الزكاة المفروضة يحمي الغني نفسه من أعين وألسن الناس. قال الحسن: إظهار الزكاة أحسن وإخفاء التطوع أفضل. وإن خشي المنفق على نفسه إذا أظهر الصدقة من الرياء والشهرة والسمعة فله أن يخفيها. ولا تنسى أن المنفق عليه إنسان له مشاعر وأحاسيس، فصدقة السر أفضل له بألف ألف مرة. ولا تنسى أن هناك المتعففون الذين لا يقبلون الصدقة بسهولة، فمع هؤلاء إخفاء الصدقة أفضل لهم. ولا تنسى الضعفاء والأرامل واليتامى، فإخفاء الصدقة لهم أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. ألا تريد أن تكون ذاك الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيكون في يوم القيامة ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وكل خير، ولكل مقام مقال. وفي الصدقة مع الإخلاص محو للذنوب وستر للعيوب ودفع للعقاب. وكلما زدت في النفقة زاد الله في المحو والستر والعفو، والله بما تعملون من خير وشر قليل وكثير خبير. يعلم دقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بعمله. جزاكم الله خيرا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله. كان المسلمون يتصدقون على أهل الذمة، وأهل الذمة هم غير المسلمين الذين يعيشون في كنف المسلمين. وكان للمسلمين أقرباء
وأصهار وأخوة في الرضاعة من أهل الذمة. فلما كثر فقراء المسلمين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم. فأنزل الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلما نزلت قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أهل الأديان. لست أيها الرسول مسؤولا عن توفيق الكافرين للهداية، وإنما عليك البلاغ المبين، ولكن الله يشرح صدور من يشاء لدينه ويوفقه له، ويهدي من يشاء إلى نور الإيمان وطريق الحق. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. قد يتوهم البعض ويظن أن هناك من تعارض في القرآن الكريم بين قوله تعالى: ليس عليك هداهم، وقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية نوعان: هداية الإرشاد والدلالة والتبليغ، وهداية التوفيق إلى الحق والإلهام. فالآية الأولى تشير إلى هداية التوفيق إلى الحق والإلهام، وهي بيد الله وحده. وأما الآية الثانية فتشير إلى هداية الإرشاد والدلالة والتبليغ. وما تنفقون من خير قليل أو كثير على مسلم أو كافر فلأنفسكم راجع إليكم نفعه، وما تبذلوا من مال يعود عليكم نفعه من الله، والمؤمنون لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله، وما تنفقوا من مال مخلصين لله يوفى إليكم ثوابه يوم القيامة، وأنتم لا تظلمون ولا تنقصوا شيئا من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله: دين الإسلام دين تسامح وتعايش، لا يحرم أحدا أبدا من عطاء الربوبية ولو كان على غير الإسلام. جزاكم الله خيرا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. السلام عليكم ورحمة الله. فتح الله لنا أبواب الخير على مصراعيها، ولم يحرم أحدا من النفقة في سبيل الله. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم خص الله عز وجل طائفة من المؤمنين هم أولى وأحق الناس بالعون والمساعدة والإكرام. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
استمع معي إلى القرآن الكريم، وهو يصور حالهم تصويرا نبيلا كريما، تصويرا يحرك المشاعر والقلوب نحوهم. فهم قوم فقراء بحاجة إلى العون والمساعدة، محبوسون ولكن بإرادتهم لطاعة الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال العديد من المفسرين: هم فقراء المهاجرين من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا أهل ولا مال، فكان مأواهم هو المسجد النبوي بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنيت لهم صفة أو ظلة من جريد النخل يستظلون بها. وكانت أعدادهم متفاوتة، طارة 10 من الصحابة، وطارة أخرى 20، وربما 50. وكان من أهل الصفة عمالقة من الصحابة الكرام الذين أفادوا الإسلام أعظم إفادة، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أهل اليمن، وأسلم متأخرا، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وأراد أن يعوض ما فقده، فألزم نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويتعلم منه القرآن والسنة. حبس نفسه في طاعة الله ورسوله، وطلب العلم والجهاد في سبيل الله. وكم عانى أبو هريرة من الحاجة وشدة الجوع لدرجة أن يخشى عليه في المسجد النبوي، وكان من شدة عفته لا يذكر شيئا للصحابة، فكانوا يظنون أن به مرض أو صرع. وذات مرة اشتد به الجوع، فقعد في طريق الناس لعل أحد من الصحابة يدعوه إلى الطعام، فمر به أبو بكر، فسأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله وهو يعلمها، لعل أبو بكر ينتبه لما فيه من جوع ويدعوه إلى الطعام، ولكنه لم ينتبه فأجابه ثم انصرف. ثم مر عمر بن الخطاب، فسأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله وهو يعلمها، لعله ينتبه لما فيه من جوع، ولكن عمر بن الخطاب لم ينتبه فأجابه ثم انصرف. ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فتبسم في وجهه وعرف ما به وقال له: يا أبا هر. فأجاب: لبيك يا رسول الله. فقال له الرسول: الحق، أي اتبعني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو هريرة إلى بيته، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا؟ فقالوا له: أهداه لك فلان من الأنصار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. فأجاب: لبيك يا رسول الله. فقال له: اذهب إلى أهل الصفة وادعوهم لي. فخرج أبو هريرة وهو يقول لنفسه: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق بشربة أتقوى بها، ولكنه لا مفر من طاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى أهل الصفة واستأذنوا، ثم دخلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كل منهم مجلسه في البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، خذ القدح فأعطهم. قال أبو هريرة: فأخذت القدح فأعطيته الرجل، فأخذ يشرب حتى يروى، ثم يرده إلي مرة أخرى حتى يشربوا جميعا، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح بيده وتبسم وقال: أبا هر، بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة: صدقت يا رسول الله. فقال: خذ فاشرب. فشرب أبو هريرة، ثم قال: اشرب. فشرب أبو هريرة، ثم قال: اشرب. وما زال يقول اشرب حتى قال له أبو هريرة: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. وفي كل زمان هناك أمثال أبي هريرة، هم أولى الناس وأحق الناس بالرعاية والعناية والتكريم. اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين المحبوسون في طاعة الله وفي سبيل الله، لا يستطيعون السعي في الأرض ولا السفر طلبا للرزق والتكسب، ولم يكن ذلك تكاسلا منهم وإهمالا، ولكنه بسبب خارج عن إرادتهم. فهناك الملايين من طلبة العلم أمثال أبي هريرة الذين حصروا أنفسهم على طلب العلم، وهناك من أحصروا في بلادهم فتركوا بيوتهم وأموالهم ولجأوا إلى بلاد أخرى وأحصروا فلم يستطيعوا التكسب، وهناك من أحصروا بمرض عضال أو شيخوخة
أو ضيق شديد، ورغم حاجتهم الشديدة لا يفطن إليهم فيتصدق عليهم، ويحسبهم الجاهل بأحوالهم أغنياء من التعفف. وأما صاحب الفراسة والبصيرة فإنه يرحمهم ويعطف عليهم، وعلى قدر اجتهادنا في الوصول إليهم يكون الثواب من الله. فلنبحث عنهم في دائرة الأقرباء والجيران والأصدقاء، لهم علامات وآثار يعرفون بها بين الناس، لا يعرفهم إلا صاحب الفراسة والبصيرة، ومن هو أعلم بحالهم. لا يسألون الناس بالكلية، والموت لهم أفضل من السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه، ولا يفطن فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وأمثال هؤلاء أولى بالصدقات والزكاة من الذين يسألون الناس إلحافا وإلحاحا. دعك من المتسولين في الطرقات والإشارات، والذين بنوا العمارات واشتروا السيارات من صدقاتك، وابحث عمن هو أولى بصدقاتك وزكاتك. وإن كنت لا تستطيع الوصول إليهم فاسأل الجمعيات الموثوق بها، واسأل أهل الصلاح والتقوى، فهم أعلم الناس بأحوال الناس. واذهب إليهم بنفسك وتبسم وقل لهم: تلك هدية من الله لا تليق بكم. وقل لهم بإخلاص: سامحونا واعذرونا على التقصير في حقوقكم، واستر عليهم بين الناس، ولا تفضحهم لحاجتهم. وأوصي أهل الخير بمد يد العون والمساعدة إليهم دون جرح مشاعرهم، فأمثال هؤلاء الموت جوعا أهون عليهم من جرح كرامتهم. وما تنفقوا من مال في سبيل الله قليل أو كثير فلا يخفى على الله، وكل خير وإحسان وبر تثاب عليه وتؤجر في الدنيا وفي الآخرة. جزاكم الله خيرا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. السلام عليكم ورحمة الله. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يملك 4 دراهم، فتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهارا، وبدرهم سرا، وبدرهم علانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: أريد أن أكون أهلا لما وعدني ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. فأنزل الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يخرجون أموالهم في مرضات الله وطاعته ليلا ونهارا وفي كل الأزمان، مسرين ومعلنين وفي كل الأحوال، فلهم أجرهم العظيم الجزيل عند ربهم وخالقهم ورازقهم. لهم الرضا والستر والبركة ومضاعفة ما أنفقوا في سبيل الله، ولا خوف عليهم يوم يخاف المقصرون، ولا هم يحزنون إذا حزن المفرطون. فهم في مأمن من العذاب والحزن والهم والغم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. لا شك أننا جميعا نعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وركود وتضخم وارتفاع في الأسعار وبطالة وغيرها، ولا مخرج من ذلك إلا باتباع شرع الله ومنهاج الله، ويكون أولا بالإنفاق في سبيل الله. فالإنفاق في سبيل الله مثلث، له 3 رؤوس: المنفق والمنفق عليه والشهود وعوام الناس. المنفق عنده من الخير والمال، والمنفق عليه لا شيء عنده ويحتاج إلى المال، وعوام الناس من الأطباء والمهندسين والتجار والعمال وغيرهم. فإن أنفق المنفق على المنفق عليه سد حاجته، واستفاد الجميع بالعمل وتداول رأس المال. فإن لم ينفق المنفق في سبيل الله فلن يجد المنفق عليه إلا أن يقترض أو يأخذ بالربا والزيادة، وإلا كيف سيعيش؟ ثم تتراكم عليه الديون والالتزامات وهو عاجز عن سدادها، فإما أن يهرب، وإما أن ينحرف، وإما أن يحبس. ثم تقل تدريجيا حركة البيع والشراء وتداول المال، وتتوقف عجلة الإنتاج والاقتصاد وما يصاحب ذلك من ركود وارتفاع في الأسعار وتضخم وبطالة وغيرها. وقد يتبدل الحال بالمنفق ويصير فقيرا بعد أن كان غنيا. وها أنت الآن قد علمت وفهمت، فأي الطريقين سوف تختار؟ طريق الإنفاق في سبيل الله أم طريق البخل؟ جزاكم الله خيرا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم